بلغت نسبة المشتغلين الذكور لعام 2016 83.7% مقابل 16% للإناث. ويتصدر التعليم مجال عمل الإناث بنسبة 40.6%، يليه قطاع الصحة بنسبة 15.9%، ثم الإدارة والدفاع المدني ب 11.8%، فالصناعات التحويلية بنسبة 6.3%. أما فيما يتعلق بالمسميات، نجد أن غالبية مهن الإناث تتركز في مستوى الاختصاصيين بنسبة 62%، تليها مهن الفنيين ومساعدي الاختصاصيين ب 11.9%. ويتركز عمل الذكور في مهنة عامل البيع والخدمات بنسبة 34.9%. وقدرت إحصاءات العمل للمهن نسبة الإناث للعاملات في وظائف التشريع والإدارة العليا بما نسبته 0.49% من المشتغلات مقابل 30% للذكور. ونلاحظ أن نسبة صاحبات العمل مع وجود عاملين لديهن تقدر بنحو 3%. أما اللواتي يعملن لحسابهن دون وجود عاملين فتقدر النسبة بنحو 2%. فيما يتعلق بالأجور عموماً، بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور نحو 600 دينار، مقارنة مع متوسط يقارب 450 دينار للإناث. وأظهرت البيانات الرسمية أن النسبة بين عدد المشتغلات المتزوجات وغير المتزوجات والمنفصلات أيضاً ممن أعمارهن أكثر من 15 عاماً متقاربة، وتقدر نسبة العازبات من المشتغلات بما يزيد عن 44%، أما المتزوجات فتراوح النسبة 50%، وتقدر نسبة العاملات المطلقات بما يقارب 2.5%، وتقل النسبة في الأرامل العاملات بحيث تزيد عن 2 بقليل، وتعتبر نسبة عمل المنفصلات الأقل وتقدر بنحو 3.3%.